الكتاب المدرسي ما له وما عليه؟ السؤال الذي أصبح حاليا يتبادر إلى الذهن هو كالتالي: هل حقا الكتاب المدرسي بشكله المقدم لدى التلميذ والأستاذ على السواء يؤثر سلبا ويعرقل تكون الكفايات لدى المتعلم؟ شخصيا ولا أظن أن أحدا سيخالفني في الرأي إلا جاحد، الكتاب المدرسي الذي هو في الحقيقة المعبر عن المقرر والذي يمثل بالطبع أحد المكونات الثالث التعلمي، لا أرى أن الكتاب المدرسي بالشكل المقدم حاليا يساعد في تكوين الكفايات لدى المتعلم، وإلا فالكتاب المدرسي حاليا يستحوذ ويوجه كل الأنشطة، فهو يأخذ من الأستاذ اجتهاده بالطبع، رغم أن الأستاذ له الحق في الاستغناء عن الكتاب المدرسي، لكن الإكراهات والإكراهات اليومية والاحتراق الذي يعيشه الأستاذ نتيجة المشاكل والإهانات وما إلى ذلك، ونتيجة إكراهات القسم على كل حال هذا سيطول الكلام فيه، يجعل الأستاذ يعتمد على الكتاب المدرسي الذي يسهل عليه العملية التعليمية. للأسف لا أسميها العمل الوظيفي، لأن الوظيفة كان يجب أن تكون أفضل بكثير من أن يلعب الأستاذ دور دلال يبيع المقرر للتيميت، أو عفوا يلصق المقرر في ذهن التلميذ. الكتاب المدرسي لكي يكون فعال يجب أن يكون على الأكثر وليس على الأقل، على الأكثر كتالوج يساعد في نقل التعلمات من الواقع المعيشي إلى النسيج المعرفي لدى المتعلم عفوا. لكن الكتاب المدرسي حاليا يتضمن الأنشطة والمضامين والأهداف والدرس كاملا ملخصا ومصورا كما هو الحال بالنسبة للعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية وعلوم الأرض والحياة والأرض إلى ما إلى ذلك. فالكتاب بهذا الشكل بالطبع هو المسيطر وهو المهيمن وهو كل شيء، وبالطبع التلميذ سوف يفتقر إلى التفاعلات الحقيقية التي تكسبه مهارات ومواقف وكل ما من شأنه أن يبني الكفايات لدى التلميذ. فالتلميذ حاليا على الأكثر هو يعني مطالع للكتاب المدرسي ومطالع، وهو على الأكثر باحث أكاديمي في الكتاب المدرسي. ولا أظن أن المسؤولين غافلين على هذا، لكن هاجس تسويق الكتب المدرسية وجعل المدرسة كفاعل اقتصادي قبل أن يكون فاعل اجتماعي وفاعل تربوي، هذا بالطبع يجعل لوبي التمعش والاستغناء والانتفاعية المادية من التعلم هو المسيطر والذي يفرض نفسه. نعود للأستاذ. الأستاذ من المفروض أن يكون
موظفا غير عادي، موظف يراعي مسؤوليته في خلق جيل متقدم ومختلف عن الجيل السابق الذي هو. من الأفضل أن يكون الأستاذ متداركا لأخطاء التي كان هو ضحيتها عندما كان متعلما، والمفروض أن تكون هناك تداركات واستعدادات واجتهادات في حل وفي تدارك، يعني تدارك الأخطاء والسابقة التي كان هو ضحيته. لكن هذا لا يحدث نتيجة عدة أسباب نعرفها وإن كنا نتجاهلها. أذكر منها: الأستاذ حاليا هو كائن وطني شأنه شأن البقية، يدبر يومه ويوم عياله. وبالطبع لن أستفيض في هذا لأنني لا أستغفي المستمعين، ولكم مني التحية والسلام.